ننتقل إلى خبر آخر، حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة. وثمن رئيس الوزراء الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي والتعامل الفوري معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. من جانبه أوضح الدكتور حسام المصري أنه تم الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 1165 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي. وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضي شملت صدور 139 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلا عن إجراء 296 عملية جراحية وإصدار 46 قرارا يخص إجراء عمليات زرع النخاع ذات التوافق النصفي، وكذا إصدار 43 قرارا خاصا بالحالات الطارئة. ولفت الدكتور حسام المصري إلى أنه تم تنفيذ قوافل طبية الشهر الماضي بمحافظتي قنا والإسماعيلية، قامت بإجراء الكشف الطبي لنحو 7058 حالة. دكتور أحمد، شايف المنظومة الصحية كيف تسير الآن في مصر؟ الحقيقة الوضع الصحي لأي دولة في العالم هو مؤشر على قوتها وكمان مؤشر على مستقبلها. يعني كلما كان الوضع الصحي في أي مجتمع مستقر والخدمات الصحية مقدمة بشكل لائق وإلى آخره، كلما تقدر تقول ده هذا مجتمع فتي وصحي، وبالتالي في القوى البشرية الموجودة تحتاجها في الصراعات، تحتاجها في التنمية متوفر. مصر بتبذل جهود ضخمة في هذا الإطار. ممكن يكون الإمكانيات المتوفرة مش كافية لأن عندنا أولويات كتيرة جدا، لكن في هذا الإطار نثمن بالجهود المبذولة في هذا. والأرقام بتقول بتتكلم. نعم بالضبط، يعني الأرقام، احنا مع مصر 105 مليون، الاحتياج أكبر بكتير من مهما كانت، مهما كنا نقدمه احنا دايما محتاجين أكتر. المفتاح دايما هو الرعاية بالطبيب المصري، الخدمات الصحية المتوفرة، وأعتقد الحكومة بتبذل جهد في هذا الإطار. حقيقي.